ترامب يرد على المطالبات بعزله على تويتر، ومظاهرات في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وطائرة أمريكية تهبط اضطراريا من أجل الحمام. وفي فقرة تيبس سنتناول خبر قد يكون سيء لبعض مستخدمي واتساب. معكم علي فتوح وحلقة جديدة من دبل كليك. عزل ترامب كان من المواضيع الأكثر انتشارا على تويتر الأسبوع الماضي، حيث تم الكشف عن نسخة من مكالمة هاتفية بين ترامب ورئيس أوكرانيا، وأصبحت هذه المكالمة محركا رئيسيا لتحقيق يهدف إلى عزل ترامب من جانب الديمقراطيين، وهي الجهود التي قد تتسبب في طرد الرئيس الأمريكي من منصبه. ولكن هذا الإجراء يتطلب موافقة أعضاء من حزبه الجمهوري للوقوف ضده. ترامب كالعادة يرد من خلال تويتر، ففي أحد تغريداته أطلق على حزب الديمقراطي أنه الحزب الذي لا يفعل أي شيء. وفي تغريدة أخرى قال: المكالمة الهاتفية مع رئيس أوكرانيا كانت مثالية، وإن لم تكن كذلك فلا يمكن لأي رئيس مستقبلا التحدث إلى زعيم أجنبي آخر. من جهته قال الزعيم الأوكراني للصحفيين إنه لا يخطط للكشف عن تسجيل مكالمته الهاتفية مع ترامب، وأضاف لرويترز: هناك بعض الأمور الدقيقة والأشياء التي أعتقد أنه سيكون من الخطأ نشرها. إلى يوتيوب أغلق محتجون عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت، وأشعل بعضهم النار في إطارات وصناديق لنفايات مع احتشاد المئات في وسط المدينة احتجاجا على الفساد والأوضاع الاقتصادية المتدهورة. العاصمة بيروت أصيبت بالشلل بعد إضرام المحتجون النار في إطارات على العديد من الطرق الرئيسية. المتظاهرون يرددون هتافات مثل: تسقط الرأسمالية وارحلوا، وذلك وسط تشديد أمني في المنطقة، كما تجمع عدد آخر أمام مجلس النواب. يواجه لبنان المثقل بالديون متاعب مالية ناتجة عن تباطؤ في تدفقات رأس المال المطلوبة لتمويل الحكومة والاقتصاد الذي يعتمد على الاستيراد، وتأثر أيضا بسنوات من انخفاض النمو. لنشاهد فيديوهات متداولة من هذه الاحتجاجات. حريق كبير اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بسليمانية في جدة. إمارة منطقة مكة أعلنت من خلال حسابها على تويتر أنه تمت السيطرة على الحريق، وأرفقت التغريدات بصور وفيديو من الحدث. سأعرض بعض المقاطع التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب من نشطاء. لنشاهد. هزاع المنصوري في أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، ليكون بذلك أول رائد فضاء إماراتي ورائد الفضاء العربي الأول الذي يزور محطة الفضاء الدولية منذ إنشائها في العام 1998. مركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات أعلن وصول أول رائد فضاء إماراتي بالإضافة إلى رائدين روسي وأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية عقب الالتحاف مع مركب سويوز MS-15 الفضائية بنجاح. ليقوم هزاع المنصوري بالاتصال المباشر من داخل محطة الفضاء الدولية، وفيديو الاتصال كان ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. لنشاهد.
Expedition 6162 crewmate Oleg Stropochka of Roscosmos and spaceflight participant Haza Ali Al-Mansouri of the United Arab Emirates were welcomed by the crew already on board. The Expedition 6162 crew will support about 250 investigations and technology demonstrations not possible on Earth, leading to potential benefits for everyday life and enabling future long-duration exploration into deep space, heavy and intense tides, turning the star into a stream of gas and debris. الفيديو الأخير لليوم لرجل أثار ذعر الركاب على متن رحلة طيران أمريكية بعد أن غضب وأطلق تهديدات بقتل الطيار وضرب المسافرين، ولكن ما السبب؟ السبب هو الحمام، ليرغم بذلك قائد الرحلة على الهبوط اضطراريا. السبب ببساطة أنه كان يرغب في استعمال الحمام على متن الطائرة التابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية، إلا أنه اضطر للوقوف في صف من 8 أشخاص ينتظرون جميعا دورهم، مما أغضب الرجل وأفزع المسافرين لدرجة هبوط الطائرة. لنشاهد. I don't care how much money you got. It ain't about money. We're trying to use the bathroom. So they'd rather let the bathroom be empty up there and let 8 people wait in line to use the bathroom while 2 bathrooms are empty in the front. بعض الناس ما راح ينبسطوا من فقرة تيبس اليوم، لأن واتساب أعلن أنه سيتخلى بشكل نهائي عن مجموعة من الهواتف الذكية وسيتوقف عن العمل على أجهزة وأنظمة تشغيل معينة من مطلع العام 2020. واتساب قال أن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بواسطة نظام تشغيل أندرويد 2 و3 و7 وأجهزة آيفون العاملة بواسطة نظام التشغيل iOS 7 لن تدعم واتساب بحلول الأول من شهر فبراير 2020، وفق ما نقل موقع بزنس توداي. ولن يتمكن بعض المستخدمين لأنظمة التشغيل القديمة من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية. إنهاء دعم التطبيق لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد وآيفون القديمة. فالتب لليوم أو النصيحة هي من واتساب نفسه، وهي إن كنت تستخدم حاليا نظام تشغيل أقدم فننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث. تغطيتنا لكل ما يدور في عالم المال والأعمال على موقع cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الغنية بالأخبار والمواضيع المنوعة ونصائح عالم المال، الكثير من المقابلات الخاصة بالإضافة لافتتاحات الأسواق وأغلاقاتها. لمعرفة أكثر ما تم تداوله وقراءته على صفحاتنا، سننتقل للزميل محمد عكوبة من غرفة الأخبار. شكرا علي، نبدأ جولتنا الأسبوعية مع أهم ما تم تداوله وقراءته ومشاهدته عبر منصات CNBC عربية للتواصل الاجتماعي. والبداية مع شركة الطيران العالمية، حيث احتلت شركة دلتا العلامة التجارية الأغلى بين شركات الطيران في العالم بقيمة تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، بينما احتل طيران الإمارات المرتبة الخامسة بقيمة لعلامة تجارية تبلغ نحو 6 مليارات و200 مليون دولار بحسب براند فاينانس. في الصين، افتتاح مطار جديد من تصميم المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، مطار بيجين داتشن الدولي، وصلت تكلفته لحوالي 11 مليار دولار. تبلغ مساحة هذا المطار نحو 700 ألف متر مربع أو ما يعادل نحو 98 ملعب كرة قدم. المطار يحتوي على أكبر تيرمينال تحت سقف واحد في العالم. قامت زها حديد وفريقها بوضع تصميمه عام 2014. أما الفيديوهات التي لاقت مشاهدة أكثر على تويتر خلال الأسبوع الماضي، مع أنه يستعمل النقود كثيرا، إلا أن أول بطاقة ائتمانية حصل عليها كانت عام 1964، تعرف على العادات المالية لوارن بافيت. أيسلندا أفضل دولة للتقاعد في العالم. وهل تريد زيارة ذكائك؟ وسائل التواصل الاجتماعي ستساعدك على ذلك. انتقالا لفيسبوك، بعد الكحول والمخدرات والسجائر، إدمان جديد يهدد صحتك. وماذا يعني إفلاس توماس كوك لسوق السياحة المصري؟ وهذه الاختيارات ستندم عليها خلال السنوات العشر القادمة.
هذا كان كل ما لدينا للأسبوع الماضي. وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. لمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا موقع CNBC أرابيا وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. لبرنامجنا صفحة على إنستغرام باسم doubleclick.show، تابعوها لتشاهدوا جميع الفيديوهات من خلالها. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج ودمتم بخير.